الانسان اللي تم الاجراء ديالو علاش كترفضوه؟ علاش كنرفضوه؟ حيت الا جينا نشوفوا غير السياق ديال الاحداث وربطناه بالامتحان الاول غادي ناخذ واحد الجواب زعما يكون واضح. الا حنا مشينا الامتحان ديال الاول وشفنا فيه ديك الخروقات وخرجنا كنحتجوا كنقولوا راه كاين تما فساد وديك الفساد مقدرين يكون حتى شي واحد من المسؤولين، يعني انا الفساد راه كاين ومؤكد ثابت حتى الراي العام حتى الناس العامه اللي كيشوفوا هذا الملف كانوا عارفين ديك الخروقات. حنا نتيجه ديال الاحتجاجات المجموعه ديال واحد المجموعه ديال المناضلين في واحد 6 شهور 7 شهور يعني جا واحد الامتحان جديد اللي ما كناش قبلوا به بتاتا لولا تدخل وسائل المملكه اللي هو اللي يعني بحال تقول انت بالدرجه ديالنا حشمنا منه، يعني كناس من الدوله وداك الشيء تدخل باش انه يلقى واحد الحل عن طريق واحد الوساطه بيننا وبين وزاره العدل وليت تنتج عليها امتحان جديد. اللي كنتفاجئوا حنا من بعد الامتحان الجديد اولا في السياق ديال الاجراء ديالو هو ان المطالب ديال التنسيقيه كامله لم تحترم جمله وتفصيله. قدمنا ملف مطلبي للوسيط وللوزاره باش انها تاخذ به في الامتحان الجديد ما خداتش به، ومن هذه المطالب هذه هو اسقاط هذاك السلم ديال التنقيط ديال ناقص واحد زائد واحد ناقص واحد للجواب الخاطئ وزائد واحد للجواب الصحيح. ان هذه الامور هذه وحتى هذه القصيمه هذه لا يتماشى مع مستوى تكوين الطلبه، يعني هذا لا يبرز مستوى تكوين الطلبه وانما هو يعني غير فرصه للغشاشين واصحاب اللوائح الحزبيه والمهنيه باش يدوزوا الناس ديالهم وصافي. وكانت في هذا الامتحان كذلك مجموعه ديال الخروقات، ولكن الجديد هو ان ديك الخروقات اللي كانت في هذا الامتحان الجديد كانت بذكاء حاولت الوزاره ان تجنب ديك الخروقات اللي كانت سابقه والتعامل بذكاء مع الامتحان، ولكن هو كذلك فاسد رقم جوج في هذه المعادله. الامتحان الثاني فاسد. واش ممكن نقول بانه هاد الزملاء ديالكم نجحوا وما نتيجه فساد؟ دابا شوف باش نكون معك واضح، في ساحه المعركه في النضال الناس اللي نجحوا لا يتعدى العدد ديالهم تقريبا 10 مناضلين، تقريبا من 150 مناضل تقريبا اللي كاينين في المغرب كامل. والوزاره ما غاتكونش بليده انها دير هذه القضيه وغادي ترسم الجميع وغتقول ضروري غادي يديروا التاتيت غايجيبوا من هذا وغايجيبوا. كاينين الناس باش نكون معك صريح، كاينين الناس اللي باعوا الماتش ودخلوهم وكانوا يستخدموهم باش يضربوا التنسيقيه. وهادشي اللي كيشوفوا الاعلام، وكانوا الناس تهجموا علينا في الندوات وكانوا تيقولوا باللي ما يعطينا لوائح وحنا يعطينا وعود وكذا وكذا، فتبين اننا ما عندنا لا وعود لا والو. حنا كنقولوا ديروا امتحان نزيه، الا ما نجحناش ماشي مشكل، حنا ما كنقولوش حنا ملائكه غادي ننجحوا، الا ما نجحناش نجبدوا لنا ورقتنا نشوفوها معنا مدرج صحيح والسلام عليكم. المهم امتحان نزيه حتى اللي ما دزناش حنا يدوزوا للشعب، ولكن باش دوز ليا غير الناس ديال الاحزاب راه كنشوفوا اللوائح راه كتشوفوا الفيسبوك راه هادشي ما بقاش كيهضروا عليا غير بوحدنا، راه كيديروا لك الناس اسماء ما كنبغوش نذكروا اسماء باش ما نطيحوش في التشهير، ولكن كاين اسماء ديال العائلات كاين تكرار اسماء العائليه، كاينه واحد العائله ما نذكرش الجهه راه كاينه غير هي في كل صفحه كتلقى الاسم ديالهم. هنا كاينه وزيعه سياسيه ما نقدرش نذكر هذه الامور هذه واضحه. يعني شنو المطلب ديالكم الان؟ المطلب ديالنا الان هو اول حاجه ما يمكنش لينا نحاربوا الفساد بلا محاسبه ديالو. حنايا ما يمكنش هذيك اللجنه نيت اللي شرفت على الامتحان السابق هي نفسها اللي شرفت على الامتحان الجاي وغادي نقول لهم غادي تكون فساد، لا بالعكس هي غادا داكا وغادا تدير واحد المكر باش انها تلطف من داك الخروقات اللي كانت قبل باش دوزها بواحد الطريقه ذكيه. يعني هي نفسها كاين فساد كنقولوا حنا ما يمكنش لينا نتقدموا لقدام ولا نحاربوا هذا الفساد بدون محاسبه. دائما كنركزوا على المحاسبه، محاسبه المتورطين اولا في الامتحان ديال 2022 ثم الغاء هذا الامتحان هذا وفتح فيه تحقيق حتى ولو انه فيه فساد.